أردك وسأحبك. لو أصبح الليل فجرا، ولو صار الفجر ليلا، لو أصبح الماء ترابا، ولو صار التراب ماء، لو سبحت الطيور في الماء، ولو طارت الأسماك في السماء، لو تغيرت معالم الأرض، لو تغيرت أنت في حبك، لن يتغير حبي لك. فذكر الحب تكفي لأن أحبك. يا ريتني قابلتك قبل ما أقابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتمد، يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان. ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان أحزان. يا ريتني قابلتك قبل ما قابلتك، يا ريت مشوار عمري ما يتمد، يا ريتني عرفتك من زمان من زمان. ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد، ما كنتش هعرف لا كان عدى العمر وفان، ولا كان شعبي القلب كنت لقيتك وانت لقيتني، كنت لقيتك وانت لقيتني. قاربني le samedi, bien sûr, 1er octobre, je pense, 1er octobre 2022, il est exactement 21h09 et 10 sur ma montre. Alors, cette vidéo-là, c'est-à-dire que l'ami d'un cas, monsieur Akram, c'est un ami, sur Facebook, bien sûr, قال لي ولدي تكلمنا على واحد الموضوع هام جدا. هو السيد هذا راهو يخدم في الريسونسمون. الريسونسمون هو وين كانوا دي كوميسيون يعديو بيان سور في الاحياء باش يهزوا الناس. في كما قال واحد قداش عندك في العائله، واش منا واش منا، باش الناس الريسونسمون هذا
ديما لازم يديروه باش الناس تعرف دابور قداه لا بوبيلاسيون قداه عايش قداش منا قداه منا. قال لي ولدي رانا تلاقينا مشاكل كبار 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 خلاص، ويعني هذه ماهيش مفاجأة. على كل حال انا بالنسبة لي ماهيش مفاجأة، خاطرش الا غالب رانا في سوسيتي اللي ماهيش ان سوسيتي شنو نقول لكم، اللي حابين يعيشوا يحبوا يعيشوا في المويناج، حابين يعيشوا في المويناج ولا قبل المويناج خلاص، حابين يعيشوا كيما هكذا. جي نتا اليوم وتطبع عليه قال فوالا راني جيت بور لو ريسونسمون، يقبل لك هو يقول لك كيما قال لي السيد واش يكتب لي، والله غير يعني فريمون حنا اون ديغي رانا عايشين في غابه، شي ما تعرفوا شي هو الغابه هكاك غابه هكا ما كانش. يقول لي الاخ اكرم يقول لي رانا نديرو في الاحصائيات في عدد السكان راهو صاري فينا العجب من هذا الشعب، وعنده الحق شعب دعشي. قال لي هيك بعد قال لي شعب دعشي وعنده الحق. يا ابن عمي كيفاش انسان يجي كي يترطب ولا يجي طالع الباتيمون يترطب عليك وينعد لك البطاقه نتاعو يقول لك ولدي راني ندير في الريسونسمون، قال ما عندكش حق وعلاش تطبع عليا وكما قال واحد، وكان اخر قال لك ما خليهمش يطلعوا حتى الباتيمون. اسمعوا واش يقول مسيو اكرم. واحد يقولنا ما نمدش الاسم نتاع المراه، ايه نسيت خلاص والله يعني. غدوه نزيد ندير طاش فيديو على كيف اسمو على لازم يطلقوا لنا من الحبس الناس بزاف من بينهم من بينهم نتاع فلان، لازم نضحكوا كل والله لازم هيا نضحكوا كل هيا نضحكوا كل الله غشي لي ضحك والله ما يمدش اسم المرا نتاعو يا اخي حاله يا اخي حاله يا اخي سبحان الله الله يا اخي والله غير حاله والله. اسمحوا لي اسمحوا لي يا جماعه الله العظيم. على هذا قلت لكم اطلقوا لنا ولد عباس، يا ولدي تلقوا انا ولد عباس راه لازم ديما اي نضحكوا كل لازم نضحكوا كل يا سي اكرم هذه ما مت ما يفوا با تعجب فيها يا اخي يا اخي حاله يا ولدي راه كي يجي الطفل الباباه يقول له يا بابا راهم قالوا لك الدار جيب يعني الدار يعني ما يجيبش يقولوا ماما ولا يقولوا المراه ولا يقولوا جو سي با ماما ماما ولا مامير ولا ما يقدرش يقولوا راهم قالوا لك الدار. والسيد حتى كي يكون عنده خو المراه بعد خو المراه واش يقول له خاطر مرته تقول له سلم لي على خويا، يقول له الطاهر واش راهم يسلموا عليك الدار، مين يجي يمشي يقولو اسمها قال تسلم عليك ربيعة ولا تسلم عليك ما على باليش انا ليندا ولا تسلم عليك ديهيا ولا تسلم عليك ما على باليش انا سليمة ولا تسلم عليك نو. هو كي يقولو هكاك لو كان يمد لنا نتاعها حالتو يطبق السما يولي ارض وارض سي با بوسيبل والله. بصح والله انا مانيش منهم ما نلوموهمش الناس هذو والله يا خوتي اسمحوا لي ماهمش هما يا ولدي لا سوسيتي راهي هكذا، راهم المسؤولين راهم المسؤولين هما اللي داروا الشيء هذا، هما اللي خلاو الجزائر ولات الاف سنوات اللور والله ولات الاف سنوات اللور. مانا كي خوانا التوانسه مانا كي حبابنا وخينا المراركه مانا جزائريين حنا وحدنا والله غير وحدنا ديريكتومون. يكون واحد شاوي ابن عمي البارح يجاوب هاد الناس هادو اللي 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 سبوا فينا، وهو يقول لهم نتوما تسبوا فينا حنا الشاويه صح انت ميزيريه عندنا ميزيريه بصح حنا ما نديوش خواتاتنا للسطاد. يا اخي يا اخي يا اخي انت اختك كي تروح للسطاد تفرج ماتش يعني واش هو سي كوا يعني واش طاح سمع الارض ولا واش صرا واش ندي اختي تتفرج هي تتفرج هي ومن بعد ندي اختي ندي المراه تاعي ندي اي واش يقولوا وين الخبلان برك وين الخبلان يعني
مرة كيتفرج يعني حاجة هذا يسمى مش كلها ولا واش سي با بوسيبل سي با بوسيبل يا جماعة مي فوز دي مالات نتوما. مرة تخش القهوة مع حبيبها ولا مع عشيقها ولا مع راجلها ولا مع أخوها تشرب قهوة، وين البروبليم؟ وين هو البروبليم برك؟ وين هو؟ قولوا لي وين هو؟ وين هو؟ اسكو المرا كي تشرب قهوة هكذا طاح السما يطيح ولا واش هو يعني ولا واش سي كوا يعني؟ الله يرضى الله سي با بوسيبل. اسمحوا لي الناس اللي يقولوا لي واش يدك ما تخلقوش، خلاص والله نسيت باش نقول لكم اون توكس سامبل اون توكس مي جو سي با ما على باليش كيفاه صرات، دونك ماهيش مشكله. جيفي الميدسان عطاني ان تريتمون وراني ندير في تريتمون وزيد دي بومادي تو، مي ما تقلقوش ما كان والو. ميرسي ميرسي انفينيمون، يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو للناس اللي كتبوا لي وقالوا لي تحيرنا عليك على يدك ويخي غير الخير، ما كان والو ما تقلقوش رواحكم والله سامبل اون توكس. فوالا سامبل اون توكس. شوية ما في مال سورتو حتى كي نضل نصوب باش نعقب لي فيتاس شوية، كي نقيس يدي كيما هكا كي عندي سطر في يدي دونك جوست لا، دونك بربي ان شاء الله ما يكون غير الخير. ميرسي ميل فوا يعني والله الناس سواء رجال ولا نساء اللي كتبوا لي وقالوا لي يا ولدي تحيرنا عليك والله غير دو فون دو كور. ميرسي ميل ميرسي ميل ميرسي ميل نو فوزانكيتي با دو تو والله سامبل اون توكس ما كان والو. الوغ يقول لي مسيو اكرم يقول لي واحد ما يحبش يمد لنا الاسم تاع المراه نتاعو، واحد اخر قال لنا ما تطلعوش للباطيمه راه من غير النساء وحدهم، واحد اخر طبطبنا الباب كانت مرته في الدار ما حبتش تهضر معانا وعيط لراجلها جانا مع جماعه راح يضربونا. سبحان الله والله العظيم. مي يا سي اكرم والله يا خويا اسمح لي واش راح نقول لكم، فوتو تنتظروا هذا الشيء هذا، واش راح نقول لكم؟ هذه هي الجيري، هذه هكا حبوا لها، هكا حبوا لها المسؤولين. واش راح نقول لك يا خويا اكرم؟ هكا حبوا لها المسؤولين، قال لك واخرين طلقوا علينا الكلاب هاكم تشوفوا كيفاش. نتمنى دير فيديو تهضر على هذا الموضوع، هاني هضرت عليه ونزيد ندير عليه بابي في جورنال ان شاء الله بحول الله. بتاتر غدوة وشي هو ديمونش، دونك جيسي غير دو فار ان بابيون سو سونس، مي ما يغير والو والله ما يغير والو يا مسيو اكرم اسمح لي. علاش بوركوا؟ باسكو هذه هي الجزائر، هذه هي الجزائر هكذا. دونك انا يبان لي لو كان وزارة الداخلية دارت عطات لهذا احنا يا اخي ديما لازمنا العنف، لو كان عطاتو لا جوندارموري يديرو في الدواور ويديرو منها، وعطات لا بوليس يديرو في واش يقولوا في البلاد. انا يبان لي هذا هو، باسكو مع الشرطه ما يقدروش يقول لهم لا لا، ومع الجدرميه ما يقول لهمش لا لا، وسيلوفون جيبوا حتى لي ميليتار هما يديروا الريسونسمون وخلاص، باسكو شعب نتاع عصا. واش راح نقول لكم؟ شعب نتاع عصا. يا سيدي انسان جاي يحب يدير الريسونسمون مرحبا بك يا سيدي، واش مرحبا خويا تفضل يا سيدي ادخل اخويا، ها واش عندنا دو شومبر ولا تخوا شومبر عندنا منها، عندي المراه عندي الاولاد عندي هادي عندي هادي عندي القرعه نتاع الماء هادي عندي هادي عندي، تفضل خويا ونزيدو نعطيو له قهوه للسيد وحنا ويجي يخرج. وين هو المشكل؟ وين هو المشكل؟ ولا جو سي با، ولا كانوا سيدي بون كانوا يديروا هكذا كوميسيون فيها نساء ورجال، باسكو كيجيو المراه تكون مع واحد هكذا بتاتر حتى اذا ما يحبش السيد تخش نتايا تخش الطفله سيدي هذا مكان. هذه هي دونك واش راح نقول لك يا خويا، صح موضوع هام مي سامبلومون مش غير في هذه اخي. الا غالب هكذا هكذا احنا نقولها لعله نافونسيو، ما كانش انا خدمت في الفوت في واحد الدوار عطوا لي بيرو فام، بيرو فام والله العظيم لا جات امراه خلاص والو، سي سون اونيكومون الرجال هما اللي يجيبوا لي كارت باش يفوتيو في بلايص افيك بروكوراسيون باش يفوتيو، واحد في بلاصه خطو واحد في بلاصه النا واحد في بلاصه مرطو واحد في بلاصه ما على باليش، والله العظيم الا دخلت امراه.
لازم لازم يلفو دو طون. مازال الجزائر مازالت ما هيش تاع هالامور هذه، ما كانش علاه باسكو اون ريكولي ترو اون اريير، اون ريكولي اون. ربي يسمح بكري للسبعينات، ربي يسمح للسبعينات، ربي يسمح كانت البنات تمشي لابسين الميني جيب لي باغ محلولين، ما كان والو. واحد ما يتعدى على واحد، جوامع محلوله، لي باغ محلولين، البنات يسركلو في الزقاقات، يمشيو في الليل، يمشيو بالميني جيب، يمشيو لا واحد يقول لهم لا علاه لا كيفاه. من نهار جاونا الدواعش هذو كيما قال واحد اللي بالطرف بالطرف بالطرف، كيما قال واحد راحوا زادوا راحوا لافغانستان، زادوا راحوا للبوسنه والهرسك، زادوا راحوا منها، كي رجعوا كي رجعوا جابوا لنا المشاكل نتاعهم هذه نتاع الله اكبر وما نعرف واش. الناس ولاو عايشين في كيما بدات الناس، كي بدات كيما الاف السنوات رجعوا للوراء. الا تشوفوا برك النار شعله، النار شعله والناس تقرا عليها في القران والناس يعيطوا الله اكبر، وهي النار شعله. والنار على بالهم بلي راهي تطفى بالماء ولا تطفى كيما قال واحد نديروا لها دي برودوي باش نطفيو الماء النار، مي هما يحسبوا كي يقرا عليها ولا كي يعيط عليها يقولها الله اكبر تطفى النار. سي سون دي جون كي سون اللي غالب عليهم، مش نقول لكم دخلهم في ريصانهم حوايج يعني فريمون. اسكتوا برك يعني، واش راح نقول لكم، الناس مازالت ما تعرفش. كي تقول له يا ولدي راهي صلاة الاستسقاء هذه اللي راهم يديروا فيها راهي فوربيات، ما كان والو، راهي ما تجيب والو، ما تجيب والو. خطاش علاه؟ لو كان تجيب حاجة ما نطلبوش غير من عند ربي يعطينا الماء، الآخر نطلبو منه يعطينا الزيت، السكر يعطينا منه، ما كانش يا ناس يعني على الشيطان. وزارة الاستسقاء واحد يقول لك لازم نقلبوا الفيستات، واحد يقول لك نقلبوا، واش هي العقليات هذه نتاع الناس مازالت ما تحكي لي في حكاية تاع الجحا هذو. واحد يقول لي راهو الراقي جا باش ينحي الجان، خطره واحد راح قتل اختو، قتل اختو وقتل بنتها، خنقهم خنقهم يا ناس اخنقهم. الوغ هو المجنون ماهيش اختو مسكينه ولا خلى راجل اختو خرج ودخل عندهم للدار وقال لهم نرقيكم، حكم خنق المراه اختو حتى نقتلها وزاد كمل بنتها. الناس كيما هادو، وهذا الراقي هذا واش من راقي نورمالمون. انا ولكم الحق، انا كون جيت انا هو المسؤول تاع الجزائر، جيت انا الرئيس تاع الجزائر ولا واش نكون، والله العظيم اللي كون نحكم واحد من هذو اللي يقولوا راح نولي كي تبو والله كيما يقول الله لي اللي حكمت قسم من عظم انا الراقي هذه وكذا، نقول له اسمع روح رقي روحك، انت تحب ترقي روحك رقي روحك، انت نونك هذا ما كان، روح اخنق روحك حتى تموت نجيو ندفنوك سيتو هذا ما كان. مي لو كان نشوفوك دخلت في كانش بلاصه ولا تقول لهم انا راقي ولا الناس تمسخر بالناس، ياكش ما تعرف وراقي او ضربها الجن يا ولدي، الجن وضربك انت، انت الجن هذا اللي ما يضربش لي فرونسيز اللي عين الزرقاء وشعر الاصفر كيما يسموه، علاه ما يضربهمش هما؟ على يجي يضرب اختك مسكينه، واش درت؟ واش درت؟ او سكنوا الجن، سكنك انت الجن ما سكنش الناس الاخرين. سبحان الله سيدي لا اله الا الله، مرات لازم له بسيكولوج، لازم له تديه يتبع عيالات تخدمهم، كيفاش اذا تمسخ انت قال له او لازم له نجيب له الراقي. واحد الوقت راحوا جابوا حتى اللي جوار قال لك حكا هم راحوا يلعبوا مسحروهم لازم نجيبوا لهم الراقي. يا ولدي قال لك حنا نقولوا الشويه اللي خانوا سعدوا يقول السحور الليبيه هكذا، هذه هي، ولا اللي خانوا رجليه يقول السحور الليبيه، سي كوم سا. واحد يكون اللي غالب ما عندوش ما جاتوش فرصة باش يخدم ولا حاجة، قال لا والله يا سيدي سحروني أنايا، باش يسحروا فيك يا راجل عمر دي، باش الهضرة هذي نتاع 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 دراري نتاع حتى الولاد الصغار كيما قال واحد نورمون ما تسمعولهمش الهضرة هذي. ياكم تشوفوا كيفاه هذا الروسونسمون، عاد إنسان يترتب على واحد يحب يخرج يضربوه، قال واش هو هذا ترتبوا علينا؟ يا ولدي جاو يخدموا خدمتهم الناس هذو، جاو يديروا روسونسمون، يجبد الكاريت فامي يا خويا، وقال تفضل أخويا هيا يلا. هاو عندي اخويا تال تال تال، قالك ما نسميش المرا، يا ولدي ما تسميش المرا، راح ياكلها المرا هذه ولا واش؟ ماكله راح ياكلها المرا هذه ولا واش هو؟ سبحان الله، حتى يقعد مع المرا بعدها بعد واش راح ياكلها؟ واش صرا؟ انتم دابكم داب المرا هذه هي ولا كيفاش؟ سي كوا لا فام، سي كوا كي لا فام كي لوم واش هو سي؟ عندك الانسان الحيوان ولا حتى الحيوان خير منه اللي ما يحكمش روحه قدام المرا، هذاك استا مرات لازم يداوي. لازم نديوه نداويوه باسكو ستا مالاد، وكي نشوفو مرا لازم نديرو له لي مينوط ولا نربطوه مع شجره باش ما يتحركش،
باسكو سيت ان مالاد تو مي المشكله ماهيش في لا فام، لا فام تنجم تمشي تحوس دير ما اللي يبغي، مي الانسان اللي ما يتحكمش في روحه هو المريض، سي با لا فام هو المريض. دونك الغالبيه اخويا انا درت لك فيديو ان شاء الله جوي فير ان بابيون سو سونس، لقيتو مشاكل بزاف، حنا نقدر نطلبوا من وزير الداخليه باش بوتيتر يبعث معاكم لابوليس عند الناس هذو اللي كيما سمو اللي محبوش يخليكم تخدموا خدمتكم، اي بوتيتر اون فالي كيما قال واحد اللي كونفوكيوهم يجيو للشرطه ويديروا لهم واش يقولوا محضر ويعديوهم للعداله بوغ انسولت ولا بوغ اهانه موظف في اداء مهامه. دونك سي نورمال، انت راك جيت تخدم بخدمتك وهذا الدواعش هذو ماهمش فاهمين فيها والو، ما يحبوش يفهموا ما يحبوش يديروا، دونك لا غنكملوا كيما هكا حتى ان شاء الله بربي ان شاء الله جو في سيد فيغ ان بابي سيغ جورنال يخرج لاندي ان شاء الله، جو في سيد لوفيغ غدوة واحد اذا عندي شي وقت جو في سيد فيغ البابي هذا يخرج لاندي ان شاء الله، نعاونكم بالشي اللي قدرنا ولا غالب. هذه هي الجزائر، هذه هي الجزائر كيما قلت لك يا خويا العزيز، ولاو 99.99% دواعش حاش الناس ما تستاهلش، دواعش نساء دواعش رجال دواعش، واش راح دير واش راح دير الغالب الا غالب الناس ما خرجوش تكون يخرجوا ليترونجي ويشوفوا الناس كيفاش عايشين، نقول لك بوتيتر يوليو يضحكوا على روحهم باسكو هما راهم عايشين في عالم اخر، عايشين بدي مونتاليتي نتاع الموياناج عايشين بها في القرن 21، في القرن 21 ما اللي بينهمش باللي يا ولدي هذه لا فام راهي عبد كيما العباد الكل، الناس جاو يخدمو خدمتهم تسبوهم، جاو باش يديرو ريسونسمون تسبوهم، إحصائيات يا خويا إنسان جاي يدير إحصائيات جاي يخدم مرحبا بيه تفضل تفضل يا خويا ما مشكل زيدو. وكاين حاجة حتى كي لو كان الإنسان ميكونش في إكزومبل يخليولو كونفوكاسيون يجي للبيرو سيتو، نورمالمون سي كوم سا، ماعلاباليش كومون سا سباس مي نورمالمون كيلقاو الدار مقفولة ما فيها حتى واحد يخليولو كونفوكاسيون لازم يجي، هذه هي. وانا لو كنت جيت من وزارة الداخلية ندير ثاني كيف اسمه الناس اللي تدي في هذه في كيف اسمه في الشوماج هذا ومنا يحبسوا لهم الشوماج هذو اللي ما يجيوش الا بور لوسونسمون، او راه غنحبسها له والله غنحبسها له حتى نجي، هي اللي الناس اللي عندهم لي زالوكاسيون فاميليال نحبس لهم لي زالوكاسيون فاميليال، هذو هما الشعب، الشعب هذا هو لازم له سيتو. الي ما نطولش عليكم بزاف، دونك بوتيتر نزيد نرجع ان شاء الله من بعد سي سي اذا كاين دوطخ سوجيت ان شاء الله نتكلموا عليهم، واذا ما كانش فوالا اون فا ريبورتي سا ان شاء الله الغدوه، اون فا ريبورتي سا غدوه ان شاء الله، واذا لقينا موضوع نزيدو نرجعو عليه من بعد ان شاء الله. فوالا هادي بقي مدير هنا اتوت على الاخر.